ينضم إلينا من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبد الرحمن. أهلا بك معنا أستاذ رامي دائما على سكاي نيوز عربية. سأبدأ معك بداية إن كان لديك أي حصيلة جديدة أو حديثة لعدد الضحايا والجرحى في الداخل السوري. نعم صباح الخير. بالنسبة للجرحى على ما هو عليه، بالنسبة للحصيلة 4037 على الأقل المؤكدين في مناطق حكومة الإنقاذ الحكومة المؤقتة وحكومة دمشق، إلى الآن لا يوجد آمال حقيقة، أمر تلاشي الآمال جدا بشكل كبير بالعثور على أحياء. المعطيات الموجودة لدينا بحسب يعني مصادرنا ومصادر أهلية بأن عدد المفقودين تحت الأنقاض يفوق 2000 على الأقل في جنديرس، في قرى في إدلب، في قرى في سيطرة النظام بريف إدلب الشرقي، ويعني في كامل المناطق التي انهارت فيها المباني، أي أن عدد الخسائر البشرية قد يرتفع إلى أكثر من 6000. وحتى الآن لم تدخل المساعدات الإنسانية. يعني كنت استمع إلى هجار قال بأن المعارضة منعت، المعارضة لم تمنع، من منع هو الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الرحمن المصطفى، منعت دخول المساعدات من مناطق الإدارة الذاتية إلى مناطق المنكوبة في شمال غرب سوريا التي لم يصل إليها السيد عبد الرحمن مصطفى، هو الذي يمنع. والآن هناك قافلة جديدة من أبناء محافظة دير الزور في طريقها إلى الدخول إلى تلك المنطقة، نأمل بأن لا يمنعها أيضا عبد الرحمن مصطفى كونها تأتي من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية. هناك أيضا بحسب جريدة الوطن التابعة أو المقربة من النظام، من المفترض أن بوساطة دولية أو وساطة عربية أن يفتح معبر ما بين يعني معبر سراقب، أن تصل المساعدات عبر هذا المعبر باتجاه مناطق يعني غرب إدلب، إن يعني حقيقة الأمر صدقت المعلومات يكون شيء جيد، ولكن حتى اللحظة كل ما دخل إلى هذه المنطقة المنكوبة في شمال غرب سوريا ليست إلا الشاحنات الستة، وما دون ذلك جميع المساعدات هي مساعدات أهلية، هي تكاتف أهلي، هي تظافر أهلي، لأن هناك مئات الآلاف وليس عشرات الآلاف من المنكوبين في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة التي يوجد فيها نحو 4 ملايين شخص. أستاذ رامي، لماذا هذه يعني الحالة يعني فيما يتعلق بمسألة المساعدات؟ يعني هنالك أيضا لغط في المعلومات، هنالك تضارب في المعلومات، هنالك لربما لا أعرف إذا يمكن استخدام كلمة فوضى في مسألة إنه أين تذهب هذه المساعدات، هل يمكن لربما الحديث؟ طبعا يعني لا يمكن رصد أي آلية واضحة، ولكن لماذا نعم. هذا تفضل. نعم نعم يعني وصلت مساعدات سخية من دول عربية وحتى من فنزويلا وأرمينيا ودول أخرى إلى منطقة سيطرة النظام، لكن دعينا نتحدث بواقعية بأن هذه المساعدات حتى اللحظة لم تذهب إلى مستحقيها، بل شهدت بعض المساعدات العربية تباع في السوق السوداء في مناطق سيطرة النظام. هذه المساعدات هي من الأخوة العرب، من المجتمع الدولي الذي أوصل تلك المساعدات، يجب أن تذهب إلى مستحقيها ويجب أن تدخل إلى مناطق شمال غرب سوريا كي تساعد المنكوبين من أبناء الشعب السوري بعد يعني تلاشي الأمال بالعثور على ناجين تحت الأنقاض. هناك مصابين، هناك آلاف المصابين، هناك عشرات آلاف المشردين، لنقل مئات آلاف المشردين، يجب أن توجه المساعدات في طريقها الصحيح ولا أن تكون هناك فوضى بتوزيع المساعدات. من يتاجر بهذه المساعدات هو من قام يعني هو يشارك بقتل المزيد من أبناء الشعب السوري. أعود إليك إلى القافلات التي ذكرتها، 6 قافلات، هل هي ضمن المساعدات الدولية كذلك من أجل إغاثة منكوبي هذا الزلزال، أم هي ضمن المساعدات الاعتيادية؟ هي ضمن المساعدات الإعدادية، وهي 6 شاحنات، مجموع ما في الشاحنات يتسع لشاحنة واحدة، أي أنها لا علاقة لها بقضية مساعدة المنكوبين. وهنا نتحدث عن العقوبات الأمريكية التي جمدت لمدة 6 أشهر. الأمريكيين قالوا في البداية أن العقوبات لا تعيق وصول المساعدات، إذن عندما يجمد هذا القانون لمدة 6 أشهر هذا يعني بأن العقوبات الأمريكية بالفعل كانت تعيق وصول المساعدات ووصول الفرق الإنسانية إلى داخل الأراضي السورية. وكان في أيضا حديث عن إرسال بعض المساعدات المادية من قبل الخزانة الأمريكية، تحدثت عن مبلغ 85 مليون دولار توزع بين سوريا وتركيا، هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟
إلى الآن لا يوجد، إلى الآن كلها أحاديث إعلامية، لم يصل شيء حقيقي إلى أبناء الشعب السوري. طيب إذا أرسلت أموال إلى داخل التراب السوري، من أين ستشترين المواد إذا في الأساس سوريا في شقيها أو مناطقها الأربعة كانت تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة ما قبل الزلزال، ما بالك الآن في ظل الزلزال وفي ظل الانهيارات الموجودة داخل التراب السوري؟ أنا أقول بأنه الذين يعني خرجوا من منازلهم نتيجة الزلزال، هم خرجوا من ملابسهم، هم الآن في خيام في أماكن إيواء، لا يستطيعون الاستمرار بهذه الحياة دون مساعدات حقيقية تصل إليهم. تمام، شكرا لضيفنا الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان على هذه المداخلة من استوديوهاتنا في القاهرة.